أحسن الله عليك يا شيخ. بالنسبة قام شخص في أحد المساجد أو شاب إيش؟ قام شاب في أحد المساجد مجتهد وتكلم عن بعض البدع في الصلاة، وقال من البدع أقامها الله وأدامها عندما يقيم المقيم. لما انتهى قام شخص آخر وأنكر عليه في نفس المسجد وقال هذه ليست بدعة لأنها وردت في حديث ضعيف، والحديث الضعيف يؤخذ به في باب الفضائل. في إيش؟ باب الفضائل. نعم. على حد قول الرجل هذا. نعم. ويستند على فتوى. ها؟ يستند على فتوى الشخص هذا وعلى كلام أحد المشايخ. نعم. قول القائل إذا قال المقيم أقامها قد قام الصلاة أقامها الله وأدامه هو مبين على حديث ضعيف كما قال الأخ الأخير. فالحديث بهذا ضعيف، ولكن بعض الفقهاء أخذ به وقال إنه يقول كما يقول المقيم إلا عند قد قامت الصلاة فيقول أقامها الله وأدامها. وماذا مثل مسألة فيها خلاف بين علماء السنة، فلا ينبغي أن نقول لمن قالها إنه مبتدع. وأما قول الأخير إنها في فضائل الأعمال، ففضائل الأعمال لا تثبت بها الأحكام، فضائل الأعمال لا تثبت بها الأحكام، بس أقصد فالأحاديث الضعيفة لا تثبت بها الأحكام. ومن قال إن الأحاديث الضعيفة يحتج بها في الفضائل فمراده أنه إذا ورد الحديث الضعيف في فضيلة عمل من الأعمال ثبت بالسنة، لكن فيه فضل وهذا الفضل جاء في حديث آخر ضعيف، قال فإننا نأخذ بهذا الضعيف، لأنه إن كان الثابت مأمورا به كان هذا الحديث الضعيف الذي فيه الفضيلة دعما لهذا الأمر فيزيد الإنسان نشاطا. ثم إن كان الحديث صحيحا فهذا ما يريده الإنسان، وإن لم يكن صحيحا فإنه لم يزده إلا قوة في الطاعة. وإذا كان الحديث نهيا وورد تحذير عن هذا الفعل في حديث ضعيف فهذا التحذير إن كان صحيحا فالإنسان قد سلم من هذه العقوبة، وإن كان غير صحيح فهذا لا يزيده إلا بعدا عن المعصية وهو أمر مطلوب. فالحاصل أن الحديث الضعيف لا يمكن أن يثبت به حكم من الأحكام، حتى قد قامت الصلاة ما نثبتها بالحديث الضعيف، فمن لم يصح عنده الحديث فإنه لا يقوله، ومن رأى أن الحديث حسن وأنه حجة قاله. ولذلك يقول العلماء لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف إلا بشروط ثلاثة. الأول أن لا يكون الضعف شديدا، والثاني أن يكون لهذا العمل الذي فيه الفضل أو التحذير أصل ثابت، والثالث أن لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قاله. وليس الاحتجاج بالضعيف على إطلاقه، بل يحتج بالضعيف في باب الترغيب وفي باب الترهيب بشرط أن يكون لهذا المرغب فيه أو المحذر عنه أصل ثابت. نعم.